حين يحجب الله عنك ما تشاء فاعلم أنه ادخر لك ما يشاء. وانت تفهم أنها دي ايه؟ حرمان. يقول لا أنا مش حرمان، ده في عطاء ثالث، بس انت بتطلب على قد ايه؟ معرفتك. وربنا عامل عليك كنترول، يقول لك انت طالب دي، ده انت اهبل، انت مش عارف ايه اللي منك، يعني همنعك دي عشان انا متخلك ايه؟ انا متخلك حاجة احسن منك.